Sunny flame punch up at the game in the dancehall empire. Woo! Y'all them say I'm super fly, them say I'm top of the line. Oh, and them loving my style. Keep them under pressure. Tonight I'm feeling so fine. Haters them can't stop me shine. I'm walking on the cloud nine. السلام عليكم متابعي قناتنا بونا المعلوماتية، كيف حالكم إخواني؟ عدت لكم اليوم من جديد وفي يوم حار جدا. أول شيء أقول لكم رمضان مبارك لأمة محمد أجمعين. اليوم في سوف أشرح لكم لعبة جديدة وهي لعبة بيو الجميل ديزويت في نكهتها الجديدة. كيفاه باتشيناها من 2018 كتبناها بيو 2019 بوكس 360. اي كما راكم تشوفوا ريس ديزناف باكراوند تاعها الخلفيه الاولى. الان نختار العربيه، يوجد بها معلق عربي حوايج بزاف بزاف ملاح عجبوني في هاد البيواس. قبل كنت نلعبها في البيواس 2018 سامبل ما فيها والو، ما عندها حتى معنى. بصح هكا ربي يبارك حاجه فار خلاص تحس براحك تلعب صح في بيواس. انا من محبين بيواس، كاين محبين كيف وكاين انا من محبين بيواس. راح نجرب معاكم ماستر ليغ في بيواس 2019. تقدر نقول نقولوها 2019 تما كلش لي زوبسيون كامل 2019. راك نشوف هاد الميوني تاع الميوني تاعو كيفاه كيما 2019. نديرو جديد هنايا نعرفو طاولة قليل كيما راكم تشوفو. الدخلة خلاف خلا ياسر بزاف، خلا حاجة مليحة خير من البي او اس 2019 اللي كنا نلعبو فيها قبل. امام كيما هنا نختارو يعني بروفيسيونال توب نجم متميز محترف، وكاين لاعب ممتاز ونجم متميز من قوي خلاه. هنا عندك اللاعبون التقليد الماكلة نفتحوهم، بطولات اخرى ايضا نورمال نستخدم. وهنا توقعات في انتقالات شتوية ولا صيفية، كي تحب كيما قلت حل بيوم ولا بخمس ايام، وكل ما نديروها كيما تجي ديراكتومون فقط عندما يكون هناك تقدم. اوكي الان نختار الجنسية المدرب كأنايا يعني كمدرب للفريق اللي راح يستني معي عقد. نكتبه كما العادة بونا. واي استفسارات راه تلقاو خليولي تعليقاتكم اخواني، وانا راح نسيب لكم فيديوهات اخرى جميله جدا ان شاء الله خاصه بالالعاب. راني حاب ندخل الميدان هذا بقوه. امامكم هنا تختار كيما دير الوجه الانف الفم كيما تحب انت المدرب تاعك، وتقدر تانا كاين حاجه تحط لها فوتو تاعك كيما راها بعد في هاد الفقيره اللي راكم تشوفوها امامكم. نديروا نظارات تاع يورغن كلوب صفراء. اعتذر منكم راني مريض شوي خاوتي. هنا يقول لك لائحة لاعبين فريق ولا لاعبين اصليين. لاعبين اصليين يجيوك شغل لك لاعبين ما تعرفهمش، من بعدك انت تبدا تخدم فريق واحد. حنا نختار هو لاعبين كاينين صح كيما نقولوا احنا في الدوريات تاعهم فريق صحيحه. اختار الدوري الاسباني او الانجليزي، هذا هم يعني اللي في الافريقا الدوريات ممتازة وجميلة جدا. هنختار فريق توتنهام هوسبيتال. ادارة الحياة المهنية لديك هو سجل كل نتائج اللاعبين الذين كانوا في فريقك. انتظروا قليلا والان راح نسنيو العقد كما ترون مباشره مع توتنهام.
الان يعني كشغل اللي بريزونتيو فيا في النادي تاعهم في غص 2017، تسنيت مع هذا النادي ان شاء الله نقدموا موسم جميل. وراك اذا عجبكم الفيديو خاوتي راح نكمل معاكم هاد ليبيسود تاعهم بزاف، ونسيب لكم لي ماتش ملاح لي بيت باهين، ونعطيكم ايضا كيف تشريو اللاعبين. عليك غير تكومونتي وعليك غير لايكات الفيديو ان شاء الله. اذا نجح الفيديو راح نسيب لكم فيديو خلاف، اذا ما نجحش الله غالب فوتو ديريكتومون. راك نحوس على حاجه المليحه اللي تتبعوها انتم مش نتابعها انايا. عندكم ايضا هنايا اداره الفريق، ونشوفوا البوان هذيك الروج ندخلوا لها. هنايا تشكيله الفريق تاعنا، نختار التشكيله اللي نلعبوا بها حنايا. انا نلعب ب 4-3-3 كما راكم تشوفوا فيها. والان كما طورنا تغيير في التشكيله، سوف يوجد اشياء كثيره جدا حصريه في هذه اللعبه الجديده، يعني بها كيفيه فتح الاطراف، ظهير المهاجم، كيفيه لعب تيكي تاكا الخاصه ببرشلونه ونادي اجاكس، ايضا كيفيه ايضا كما نقولوا حنايا نديروا الضغط من الدفاع، نلموا على الهجوم تاعهم كما نقولوا لي حنايا مهاجمينا تبعت لهم ثلاثه ديفونسور او دو ديفونسور سول يضغطوا عليه كما نقولوا حنايا الدفاع بقوه. ايضا يوجد شيء جيد الهجوم الكامل، عندما تكون الكره عندك تهجم بكل ما عندك من لاعبين، ويكون عندك شغل حلول كثيره لكيف تمرر الكره لاصدقائك. وكما ترون انها لعبه بها كل شيء جديد. هنا ايضا والكر من جديد اعطتنا فيه بارتو، اعطتنا فيه 3 ملايين واحنا جوار تاعنا 4 ملايين، مستحيل انك نبيعوه في السومه هذه. مستحيل كانت تديه يا سي بارتو، بارتو تاع ماجار. وفي حاجه جديده هذه كما راكم تشوفوا، نزيد وننقص. ننتظر احنا هنا قلنا لها زيدينا في السومه ونشوفوا معاها. نمر الى بحث عن لاعب، هنا ايضا اسماء اللاعبين، كيف تكتب تبحث باللاعب بالفريق بالجنسيه بالمركز كما تحب انت. هنا عندكم تدريب تاع الفريق، تبدل المهام تاعو، تبدل كيف يدير لارولات، تبدل كيف تحب انت شغل اللي تقلب باللاعب يلعب بالشيء اللي تحب. عندك هذه تانا تاع روح الفريق، قوه الفريق، فيها حوايج باهيين بزاف هذه المره. هنا ايضا مكتب المدير الفني خاصة بك انت شغل كمدرب، هذا النظام تحت تحميل، نديرو تحميل تاع النادي تاعنا شغل كي نلعبو نديرو البيانات تاعنا نسوفغارديوها. وكم نورمالمون على بالكم نكمل بها هادي. نروح نمروا في جدول المباريات ونشوفوا ترا اسكو كيما نقولوا يجيونا عروض جديده او لا. وراكم الغارديان وجوا فيرتونغن فرحانين، ديفايس فرحانين بعام جديد. والكر جانا عرض اخر من بورتو، ولكن هذه المره ب 4 ملايين و 800، واللاعب يعمل 4 ملايين و 600. ما نمدهولكش يا بورتو، هذا اللاعب راه عنده قيمه بزاف اللي كيب كما نقولوا احنا الظهير الايمن تاعنا كي نمدوه شكون يبقى لنا؟ لعبوا بتريبي واحد وكون يتبيسا تبريت. نورمالمون هنا نكونوا انتهينا من شرح ليغ دو ماستر، يعني شرح مبسط كيفية التسجيل فيها والدخول وكيف ان تكون مدرب لنادي او منتخب ما. ان شاء الله اخواني اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك ايضا ما تنساوش. وحاجه خلاف تانا مهمه بزاف تفعيل الجرس، واذا حبيتوا تانا تعليقاتكم تهمني كثيرا. نتلاقاو ان شاء الله، لا لقينا هذا الفيديو ناجح ان شاء الله راح نسيب لكم الابيسود الجاي ان شاء الله، يكون مباراه جميله جدا بلاعبين جدد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.